فضل الأنبياء رضي الله عنهم عليهم الصلاة والسلام كانوا يعتذرون عن الشفاعة بذنوب قد تعبوا منها أو بذنوب ليست ذنوبا بذنوب ونوها ذنوبا وليست ذنوبا في مقام العلوم أو لأنها تعبوا منها. وفي أن قول إبراهيم أن إبراهيم ذكر سلمان قلوا إني ثقيل من أبرص النجوم. ولما كذلك أيضا لما نظر في قال لما كسر الصن قال من فعله هذا قال من فعله كثير هذا. وهذه كلها يجادل بها عن دين الله ومع ذلك اعترف عليه الصلاه والسلام. نعم كيف كان الهاجسه سلم على كيف هذه الكاء فيها تلحق في الوقت. واما قول الصحابه فيه فيا رسول الله فابدا بالحاء في حاله الدرج فتبدا وجهه في حاله الدرج يعني في حاله الوقت وقتنا فيها وجهه حكاهما صاحب التحذير وغيره احدهما ان من العرب من يجري الدرج مثل الوقت درج يعني الوقت الوقت عدم الوقت فرد الوقت نعم درج قال في الدرج في الوقت في الدرج عن الوقت فرد الوقت نعم أحدهما أن من العرب من العربي من يدري الدرج مجرى الوقت. والثاني أن الصحابة فضلوا اتباع رسول النبي صلى الله عليه وسلم الذي حثهم عليه فلو قالوا شيئا كما كانوا سائلين عن الفضل الذي حثه عليه والله اعلم. نعم. حدثنا محمد بن طريف بن خليفة البجري حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ابو مالك بن الشعري عن ابي حازم عن ابي هريره وابو مالك بن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت قليلا من وراء إنما كنت قليلا من وراء اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي سلمه الله تكريما فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم يعني مخلوق كلمة الله يعني مخلوق بكلمة يعني كلمة وروح يعني روح مخلوقة من الروح التي خلقها ورزق الله للتشفيه لناقة الله وبيت الله. هذا فيها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعتذرون ويتذكرون الشفاعة قد تقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيان فضل عليه الصلاة والسلام فلم يحسها نعم لا يحتمل النبي أولا حتى يظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم أما لأنه ينسون ثم القيامة أو لأن هذا من الأمم السابقة لأن الأمم السابقة كثيرون يتدفعون الشفاعة. نعم لأن من المعلوم أن الأمة هو الإمام من علم هم يعلمون أن الشفاعة هو الأصول يأتون من أول مرة من أول واحد قد ينسحون هذا أو أنها أقوى يكون تكون الغلبة للأمور السابقة يأتون آدم ثم يأتون نوح ثم يأتون إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تصل النوع إلى نبينا محمد سيظهر فضله عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن كما يدعي أنه يسون أو يستون لأن قوله آدم صلى الله عليه وسلم وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم مع أنه لما حاج موسى قاتلون على شيء قدره الله عليه يعني هنا قال وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم و
هنا قال الناس قال أخرجنا من الجنة قاتلوني على شيء فتاه الله عليه في هنا اعتبر النفس هناك لا من باب المحاسبة هذا في بيان يعني بيان عمل يعني بدي عمل اللي يعمله يعني عمل مو بحسب القدر بدي عمله خطير الاتباع شرعه وكفره نعم. فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تدري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم لأنهم يسرعون حسب الأعمال وحسب الإسلام وحسب الأعمال ولهذا تدري بهم أعمالهم أول زمرة تمر في البرق ثم الزمرة الثانية كالريح مرمي ثم كالطير ثم كشد الرجال في اللفظ الآخر ثم كأجاود الخيل ثم شد الرجال ثم رجل يعد عدوى ثم رجل يزحف زحفا ومنهم تخطفه الخلايا وتلقيه في النار على حسب الأعمال. نعم الله عليك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء الى الاسراء ما بين ذلك قال الامم كثيرون اقول الامم هم الامم كثيرون ما يعلمون من يخشى الانبياء اشهر اسماء الانبياء الاسراء ابراهيم الفرد هو الذي يقول كيف؟ لان هكذا الانبياء هكذا يعني قد الله نعم نعم. ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تجزى أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا قال وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة لأخذ من أمرت به فمقدوش الناجي ومقدوش في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قار جهنم لسبعون خريفا يقول أقول والله لكم لعلم والله تحلف الغرب فإن جهنم خرج من الصغر حديثا والله لكم لعلم. نعم قال وقد وقع إيمانا فيه وهو أن معناه أن المسائل التي أعطيتها كانت في وصافة إثارة جبريل صلى الله عليه وسلم ولكن الثبوت فإنه حصل سماع الكلام بغير واضح. من يستطيع أن يقول هذا؟ لا قال من؟ نقل عن من؟ عرفت الحال أول خليل يقول هذا موسى لأنه كلمه الله عنده الغاية طفل أو خير الأفضل الضمع الأول أنهم برد صعب. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا جرير عن المختار بن كلثوم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. حدثنا أبو قريب محمد بن علاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرأ باب الجنة. وهذا مخطئ بعد أول ما يقرأ أول ما يستحضر الجنة. نعم وأول ما يستحضر الجنة عليه الصلاة والسلام. نعم
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن بلبل قال أبو فلاك يشتغل في الجنة في الجنة في الجنة على المختار إذا كان شفاعة خاصة به شفاعة حرمة الموقف خاصة به وشفاعة الثانية الشفاعة لها الجنة في الجنة في دخولها وشفاعة الثانية الشفاعة في العذاب على أمن أبي طالب هذه الشفاعة خاصة به أما وقت الشفاعات يشاركوا فيها غير من الأنبياء وغيرهم الشفاعة في قوم يستحقوا النار قد لا يدخلوها والشفاعة في قوم دخلوها أن يخرجوا منها والشفاعة في زيادة درجات قوم من أهل الجنة نعم هو نفس معنى يعني هو من يطلع الباب هو نفس أول ناس يشفع في الجنة نعم وحدثنا أبو بكر وحدثنا أبو بكر أبي شكر هو من يستفق باب الجنة له الأحوال نعم قال إلى الجنة قد بك أمرك هذا أفتح لي أحد قبلك نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن كلكل قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدق وإن من الأنبياء نبيا ما يصدق من أمته إلا رجل واحد وإن من الأنبياء من لا يصدق من أمته إلا رجل واحد في اللفظ الآخر وإن من الأنبياء نبي من لا يصدقه من أمته إلا رجل واحد في جبال الحج إلا فجبال عندك في إثبات الله والفرق بينهما واحد وكلاهما معه هذا من الأنبياء نبي من لا يصدقه إلا رجل واحد يعني ما صنع إلا واحد وفي اللفظ الآخر وإن من الأنبياء نبي من لا يصدقه رجل واحد يعني ما يصدقه ولا أحد ولا واحد وهذا وقع كله واقع بعض الأنبياء ما صنع واحد ولا واحد بعضهم تبعه واحد بعضهم تبعه اثنان بعضهم تبعه الرحيم جماعة أقل من عشرة كما في حديث عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس رضي الله عنه الأمم فأعطاك النبي ومعه الله والنبي ومعه الرجل والرجل والرجل والنبي وليس معه أحد هذه رواية إن من الأنبياء فليس معه إلا رجل واحد بلغت الآخر من ليس معه أحد بل ليس معه رجل واحد لا وإن من الأنبياء لا وإن من الأنبياء نبيا ما يصدق من أمته إلا رجل واحد لا يسمعه واحد وكل فلاقض حد إلا وإن من الأنبياء نبيا من لا يصدقه رجل واحد يعني من لا يصدقه أحد نعم وكلاهما كافر كل معنى صحيح نعم وحدثني عمرو ناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن خاتم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت ولا يضر ولا يضر هم الأنبياء عليهم السلام أدوا عليهم أدوا لسنعتهم ما يضر هذا ليس إليهم قول الأنبياء من لا يسمع أحد مطلقا قول الأنبياء قتل كثير من الأنبياء بعيسى قتل كما قال الله سبحانه عن بعيسى فريقا كذاب وفريقا تقتل قال مثل ذكريا وأحياء وإن قتلوا اللهم تبعه احد اللهم تبعه الواحد والاثنين نوح عليه الصلاه والسلام اطول الانبياء عمر واطول الناس مشكا في امته لبث في قومه قلب الله الا خمسين عاما قال الله وما امن معه الا قليل ركبوا في السفينه مع طول هذه المده نعم هم الاولى ها الله اعلم الأنبياء كثير لا نوال الهجاء في حل الأبيضاء مئة ألف وثلاثة يحتاج إلى الحديث وجاء في عن دورة 313 حتى الحديث فيه يحتاج إلى مراجعة نعم وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفلح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك وأنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه يدعوها فاريد ان اكتب دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. المراد الذي دعوه مستجابه كما سياتي في الاحاديث. المراد الذي دعوه مستجابه اجابه الله ونبي رسول الله اخر دعوته يوم القيامه. نعم. إلى خير له كل أبيانهم دعوات قسم السلام قبل أبي السجاب دعا النبي على القوم وإذا أخذ لك الحمل أبي الشكل فإذا رأيه بين الوائد أبيانهم دعوات كثيرة مراد دعوة مستجابة وكل نبي تعجل دعوته ونبي يرجع أخرها يعني أشد الحاجة يوم القيامة. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي اخي ابن اخي ابن شهاب عن عمه اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه واردت ان شاء الله ان اقتدي دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. لكل نبي دعوه قالت إن شاء الله أن أقتدي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وإن شاء الله التوضع. نعم. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمر بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لكعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأنا أريد إن شاء الله أن أقتدي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة نعم. حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته فإني اختبأت دعوتي شفاعة بأمتي يوم القيامة. وهذا في التصحيح من يقول لكل نبي دعوة مستجابة على يقيد إطلاق الحديث السابقة لكل نبي دعوة مستجابة وإلا فلهم دعوات أخرى كثيرة لكن مراد كل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوة يعني في الدنيا فإن اختبأت دعوتي شفاعة بأمتي يوم القيامة والشفاعة التي تكون لعصاة الموحدين يشفع فيهم على الأمور أربع مرات في كل مرة يحفظ الله له الحجة فيخرجهم إلى النار. لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. نائلة من لا يشرك بالله شيئا فالموحدون الذين ماتوا على التوحيد ولم يقع في عملهم شرك ماتوا على معاصي فنالوا الشفاعة. ولكن يبقى إشكال وهو أنه جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الشفاعة وأنها تبقى بقية لكن لهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين وشفاعة الملائكة وشفاعة النبيون وشفاعة المؤمنون ولا يبقى إلا رحمة الرحمن الرحيم فيخرج قوما من النار لنعود خيرا قط يعني جاء لها الكثير والإيمان. فكيف الجمع بينها وبين هذا الحديث؟ فهي نائلة إن شاء الله مما تلا يشفع الله شيئا لأن هذا معناه يفيد العموم الثناء كل من مات لا يشفع الله شيئا. والحديث السابق فيه أنه يبقى بقية لكن له الشفاعة. الجواب أولا لأحد أمرين إن يقال إن معنى فهي نائلة إن شاء الله مما تلا يشفع الله شيئا المراد أن تنال الشفاعة أغلبهم تنال الشفاعة أغلبهم ويبقى بقية
كيف يكون رب العالمين وحده؟ قل فإن لا إله إن شاء الله ثم تلبس كل شيء على حسب قول هذا العالم المستقر. ولهذا جاء في الحديث أنه يقول لم يبقى إلا من حبس هو القرآن وهم المشركون. والثاني والجواب الثاني أن الغرض الذي لا تنال الشفاعة من غير من الأمم السابقة، لأن منال الشفاعة الضعفاء من أمته، والذي لا البقية الباقون من الأمم السابقة فيخرجهم رب العالمين بوحده. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها، فإني ابتدأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له، فإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا أبو غسان إسماعيل ومحمد المثنى وابن بشار حدثنا واللفظ لأبي غسان حدثنا الاثنين شيخ الله حدثنا تثنيان الأول حدثنا حدثني أبو غسان إسماعيل ومحمد المثنى وابن بشار حدثنا حدثني أبو غسان إسماعيل ومحمد المثنى وابن بشار حدثنا محمد الثنى وابن بشار هم الحدثان أخيرا. نعم حدثنا واللفظ أبي غسان قالوا حدثنا معاذ عن ولد بن هشام قالوا اختلف على من دقة ملاحظات الناموس رحمه الله التحديث قال حدثنا الاثنين ثم قالوا اختلف. نعم قالوا حدثنا معاذ بن ولد بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه دعا لامته فاني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. فحدثني زهير بن حرب وابن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبه عن قتاده بهذا الاسناد وحدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا وكيع حاو حدثني إبراهيم بن سعيد الجواري قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن مفعر عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث وكيع قال أعطي وفي حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر نحو حديث قتادة عن أنس. فحدثني محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن زهير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه قد دعا بها في امته وقبأت دعوتي شفاعه في امتي يوم القيامه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى
وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدث عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام والضمير عليه الرحمن رب إنهن أضلن كثيرا من الناس ومن إليه على الناس فتنة فتنة الأصنام وفتنة من أعظم الفتنة. ولهذا قال رب إنهن أضلن كثيرا من الناس وتعارضها المجنبة وبنيها النعوذ الأخرى وزبه وبنيها النعوذ الأخرى رب إنهم أولا كبيرا جنة رجوا بسبع عبادة الأخرى كثيرا من بسبب عبادة القبور وتخصير الصور هذه الصور كثيرا كثيرا من الناس ولا لهم. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وقائده دعا لأمته تعالى فالله قال ولا سبقك ربك فترضى الوعد من الله عز وجل. وبذلك أن الله تعالى يشفع في الوصاة والموحدين شفع أربع مرات في كل مرة يحد الله له حدا فيخذه من النار حتى يقول لم يبقى إلا من حبسه القرآن وهو إلا من وجب عليه الخلود وجب له الخلود وهو كفر حبسه القرآن لا حيلة في خلوده من النار. نعم. نعم. فضل هذه الأمة كما سيأتي فيها أن هذه الأمة ثلثي أهل الجنة سيأتي في الحديث قال هذا النصف أهل الجنة وما كتبت فيه الحديث الآخر ثلاثة قال أي أنها ثلثي أهل الجنة وأن أهل الجنة 120 صفا وأن هذه الأمة 80 صفا. نعم. قال من رضا الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. وهذا في دين على هذا من مات على الشرك لا فيه وهو لا يفعل خرابة من الأبي كان عرضه سيء فلا ينفع قرابة من الأنبياء ولو كان من أولاد الأنبياء ولو كان قريبا من الأنبياء لا ينفع ما تعالى الشرك لا حيلة فيه. ولهذا إبراهيم ما رفع أباه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ما رفع أباه. ويأتي في كتاب الأنبياء قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم يلقى أباه آدم يوم القيامة وعليه غضب فيقول له انا ما اقول لك لا تعصني يقول ابراهيم النبي فيقول ابوك الان لا اعصيك فيرد له ابراهيم عليه السلام فيقول يا ربي الم تعبني الا تخزني يوم يبعثون واي خزن اعظم من ابي الابعاد فيقال له انظر يا ابراهيم من تحت يمسح الله اباه فيكون ريح ملتطخ بعيره فيؤخذ بقوله ويقاتل النبي حتى تزول نصح الله حتى يزول تزول عبد القهله في ابراهيم لا حمد انتهى العمر ما فعل
وكذلك نوح ملك عوالي الكافر قال يا بني ارسم معنا ولا تكون مع الكافرين. قال واستعوا الى جبل يعصمني من الماء. قال لا اعصم اليوم من الله الا الله. وحال بينهما الوجه فكان من الغرقين. فلما رجع ابراهيم قال ربي لما نوح قال ربي ان ابني من اهلي. قال الله انه ليس من اهلي ليس من اهلك النادي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نفع عمه ابا طالب الذي كان يحميه ويحفظه وينصره عجب عن هدايته لا احتاج به. ولهذا خرج هذا التسليم فقال النبي ما هدى عمه. في الاخر قال لا تقولن لك ما لا منها عائشه فنهي عن ذلك. وما نفع لوط ونوح ما نفع لوط كافهما قربهما منه فضرب الله مثل الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخالفهما فلا يبلغني عنهما من الله شيء فقيل ادخل النار مع الداخلين. كما ان قرب اسيا نوح فرعون نوح فرعون ما وضعها لما تبرعت منه ومن دينه. ضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني فرعون وعمله ونجني فرعون وطالبه. وكذلك هنا قولها لما سال رجلا النبي اين ابي قال في النار فكانه صار في نفسه شيء فلما قف دعاه فقال ان ابي وابته. وذلك انه مات في الجاهليه وهذا محمول على ان الدعوه دعوه ابراهيم على الزمن الحمر محمول على نجاحه بالعاصمة. ولهذا قال إن أبي وأباك في النار. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان كان رجلا في الجاهلية له جفنة عظيمة يطعم الناس هل ينفعه ذلك؟ قال لا إنه لم يقل يوم ربه في خطية يوم الدين يعني ما لم يؤمن به في يوم القيامة. أما من لم تبلغه الدعوة الجاهلية الذين ماتوا في الفترة وأتوهم الجاهلية وتبلغهم الدعوة والصواب لأن حفظ من أهل العلم أنهم يتحنوا إلى القيامة. ذهب إلى ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله وابن القيم وأنه جرى له امتحان يخرجهم عرق من النار يؤمرون بورودها ويردوها فمن وردها كان في برد وسعى ومن لم يردها ظهر فيه علم الله واتفقت عليه الشقاوة. جاء في هذا الحديث بعضها يشد بعضها بعضا وإن كان واحد منها لا يسلم من المقام لكن بعضها يشد من بعض هذا لم تبلغه المقام لم تبلغه الدعوة على القرآن. وهناك من أهل الفترة من طلب دين إبراهيم ومتع التوحيد في الضحى بن سعد الأنبياء وجماعة سيد بن عمرو بن زيد متع التوحيد يطلبون دين إبراهيم وأعرضوا عن الشرك وعليه الأصنام. ويقابلهم من قامت عليه حوت من قامت من بلغة الدعوة والكساء قال إن أبي وعبك من الله. وهو يأمن هو مسكوت معه وهم أهل الجاهلية والسفرات هؤلاء وصح ما قيل فيهم أنهم تحروا. ذكر ابن القيم رحمه الله أقوال في طبقات المكلفين وأن هذا من الأقوال. نعم نعم أعتقد ربي حل وقت ربي وحده ما نفعه ما أنجح من النار وفق قريش ونرى بتوحيد ربي ونوع من التوحيد ما يكفي ما يكفي في صرف من النار حتى يوحد. لا هذا مذكور عليه جميع الأمم إلا ما شاء جميع الأمم تطبع على هذا ولا في نزاع بين الأمم وبين أبو صلى ما نجعوا في هذا يقدرون وفق قريش يشد على عداوة النبي ثم يقدرون ولئن ترى من خلق قبل يقول الله قال كل الامم يؤخذون بها الا بشر ما في نزاع كذلك تقيل الاسماء والصفات النزاع وتقيل العباد والذنوب. نعم هذا قد يوجد بعض اهل الجاهليه من يشرك الربوبيه بعض اهل الجاهليه يعتقدون ان روح الميت تخرج وانها تجيب من دعاها
وتغطر بلالة بإحباها هذا نوع من الشرك الربوبية قليل. نعم. كل ما قلت تبدوه الدعوة حتى لما لا تبدوه الدعوة فقط أقوال كثرة كل ما تبدوه تبدوه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المجاهيل حتى في الإسلام الرقمي كان قليل من هذا لو فرض أن أحد صبرات الدعوة فقط أقوال كثرة ولا لا بل الإمام صبرات الدعوة وما علم الشيء ولا سنوا عن دعوة إبراهيم ولا سنوا عن دعوة الأنبياء شيء قال بعضهم سمع وبعضهم ولا أكبرهم في الدعوة فلا تقول له فوق الله يتراه نعم هذه بقى براسه متعوه نعم يقول لك تقول الحديث ولا يستيقى بلا شعبية من هذه الأمة يهودين ولا أصلا يكون ولا يؤمن به إلا دخل الله نعم أقال الله تعالى وضع كل معلمين حتى أبعث رسوله وأبعث رسوله نعم أبعث نعم معرفة نعم إذا سبق بعد نزول القرآن ومثل التقصير أو في الفجر نعم بلى لكن محمول على أن الدعوة تبقى ضرر هذا نعم نعم إذا عرف أنه وقع الشرك وأنه قامت عليه الفجر فإلا يشهد على الأمر يشهد على الأمر كله كافر من النار طبعا لا يشهد المؤمن بالجنة بعينه ما يشهد الشخص هذا المسافر إلا لما يشهد عن نصوص عشر مبشرين بالجنة ولا يشهد شخص من عينه لأنه من النار إلا لما يعرف أنه بعد أن قامت عليه الحجة وقع الشرك يعبد الأوثان والأصنام وقامت عليه الحجة ولا شبهة له أو عرف أنه وقع على اليهودية وأنه لا شبهة له وأن النصارى أما من لم يعلم يشهد العموم يحتمل أنهم أطلعوا في الحجة أو بعض وعنده شبهة له ليش؟ هذا في قول قول الله لا 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 قول هذا أحد الأقوال لا 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 حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما انزلت هذه الايه وانذر عشيرتك الاقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخف فقال يا بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار يا بني مرة بن كعب انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد الشمس انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها ببلالها يعني سأبلها بسلتها شبه قطعة الرحم بالحرام وصلتها بالماء الذي يصل الحرام وهذا فيه امتثال من المعارف من هذه قوله تعالى وأنزل أنذرهم من النار وفي دليل على أن عليه السلام لا يملك أن يخرج أحدا من النار ولا يخرج أحدا من الجنة وأنه لا ملك بيد وأن لا بيد الله ولهذا قال أنقذوا لا أقربني عنكم من الله شيء حتى أقرب الناس حتى فاطمة ابنة ولا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما يشعر أنظر إلى السلام من الله ويعطي الله المال سليني موضي لكن في النار ما يستطيع أنظر يوقف من الله صفية أنظر إلى الله وعلى العبد كل عبد وقف فلس يرد على من عبد النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه يملك شيئا من جلال القلوب وتفريج القلوب هذا كله بيد الله الرسول عليه الصلاة كما قال الله إنما أنا بشر مثلكم يوحي بشر نبي سيد يوحي إليه مبلغ عن الله لكن ليس بيده شيء من هذا في القلوب وليس باستطاعه ان يخرج احدا من النار ولا يدخل احدا الجنه واذا شفع عليه الصلاه والسلام فان الله يحب له حدا نعم وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وقال حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك بن عمير بهذا الاسناد وحديث جرير اتم واشبه حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا وكيع ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروه
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني مما لما شئتم يعني الدنيا أسألون أما الآخر ما أستطيع ما أخذ أنفسكم السنة الآن يستطيع أسألوني أو يحب الدنيا ما لكن في الآخرة أنفروا أنفسكم لأنه نعم كيف على هذا قال ان الرسول يشفع وان يملك الدنيا والاخره كما يقول البخاري في خاطر الرسول يقول يا اكرم الخلق ما لي من الغ به سواك عند حلول الحادث العمل يقول ما لي الا انت اذا حملت حادث العمل وهو القيامه فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علوم العلم النافع والقلب هل عرف ان هذا الشرك يكون من جودك يا محمد الدنيا وضرتها لان تملك الدنيا والاخره مش وكيل الله ما بقي شيء لكن في الدنيا ما بقي ومن علوم كعلم اللوح والقلم اللوح المحفوظ والقلم ما لأبقى صلى الله عليه وسلم والعافية كيف يقال هذا والنبي يقول لا أملك لكم من الله شيئا أين قول الله تعالى وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لله بشيء والأمر يوم إلى الله ولكن عمل بصيرة لا حيلة فيه حول الله أعوذ بالله من عمل بصيرة وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يعني اشتروا أنفسكم من الأعمال التوحيد والأعمال الصالحة اشتروا أنفسكم وبيعوا أنفسكم مع الله بالتوحيد والأعمال الصالحة التي ينقلكم الله بسبب أهمية النار نعم ولا تقولوا إن قربنا من محمد بين قربنا لا لا يفعكم قربكم مني لا بالعمل الصالح نعم يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا سليني ما شئت عند الدنيا ليستطيع قضيه لكن الآخرة ما شئت عن رسول الله أنت لست من الله التوحيد والإيمان نعم وحدثني عمرو بن واصل وقال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا حدثنا أبو كامل الجحدري وقال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن مخالق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد مناف إني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا قباحا وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمي ونبي قال حدثنا أبو عثمان زهير بن عمرو وقبيصة بن مخالف النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وحدثنا أبو سهيل محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين ورهطك منهم المخلصين ترى الشاكرة الأعمش زيادة الآية ورهطك منهم المخلصين ترى الشاكرة نعم وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين قرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهذب يا صباحا
فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد. فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال فقال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا. ثم قال فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب يدا قرأت حشرت. نعم الله العافية. نعم الله. فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب تدا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. نعم. قد أزيلت وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصبح فقال يا صباحا بنحو حديث أبي أسامة ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. وحدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل نفعت الخطاب من بشيء؟ يعني خط عام خط عام خط الأقارب وعام قريش أقرب الناس به هذا هم الذين من أعمام وباقي ليسوا مسلمين عند الحالة لما عمه الحمزة كان قتل في غزوة أحد قتل عمه العباس وباقي أبو لهب كما سمع وأبو جهل قتل في واحد في بدر. نعم. ها يعني أصلها تقل فيها. نعم نعم في السنة يعني أنت أما يعني أنا لا أستطيع إلا أن أصلها تحت قطر في السنة أما في الآخرة ما أستطيع أن تلكم لها. نعم. ها ومتعحد نعم ما ليس بعد نزولها قد يكون متقدم لكنها أول عمل فذكر الشهر ما شاء الله وقت الزنا يعني ظاهره أنه قال أن أفضل فيها ونقل تبا لك لهذا إذا كان قبل الهجرة تكون متقدم. نعم قد يكون متقدم يكون عمه وخفه يكون أبو لهب كان موجود والعباس كان موجود قبل أنهم كانهم هم الذين حوله هم الذين جاءوا خفه. نعم كانوا ناديهم. نعم نعم لا ظاهرهم انها انه متقدم وانا فرق الله فيك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي الأموي أو الأموي الأموي ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب وذلك أن أبا طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب له وينصره خف كفره فلما خف كفره شرع له النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة شفاعة خاصة به شفاعة خاصة
في أبي طالب وهي مستثناة من قول تعالى كما ارتفع الشفاعة للشافعي، وهي ليست شفاعة في إخراج من النار وإنما شفاعة في تحفيظ العالم، خاصكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب. فلا يشفع أحد في الكفار ولا يشفع في غير أبي طالب، خاصكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب، ولكن مع ذلك شفاعة أخيه تخفيف العذاب لا إخراج، لأن أبا طالب خففه بنصره النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وكان يغضب له ويهويه ويحميه، فشفع عن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة، فهو في مصلحة من النار يلغي منها دماغه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل فعلت أبا طالب يغضب له ويحتسن له؟ قال نعم، وجدته في غمرة من النار فأخرجته منها إلى مصباح إلى مصباح منها يغلي منها دماغه. سيأتي باللفظ الآخر أنه يظن أنه أشد أهل النار على بشدة ما يجي وأنه يغلي منها دماغه وهو أهون أهل النار على نسأل الله السلامة والعافية. يقول ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا يحتمل أن هذا صرف بعض الرواة وأنه روى الحديث بالمعنى، ويحتمل أن هذا كان أولا جاء في عهد ابن عباس أن أنا من قولي لولا أنا لولا قريبة هذا لأثر النصوص والضبط بالتالي لأثر النصوص وأن لم يستدين، يحصل أن هذا كان أولا ثم رجع عن ذلك، ويحتمل أن هذا رواية من بعض الرواة لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار السادس إلى السبع، كما كان الصحابة في أول الأمر كانوا يخلفون بآبائهم، كانوا يقول ما شاء الله وشئت، ثم جاء النهي بعد ذلك، نهى النبي يطع الحلف بالآباء ونهى يقول ما شاء الله وشئت، وكذلك لولا أنا كان أولا ثم منع منه، أو أن هذا اضطر بعض الرواة. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن علي، والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات، كان شفاعات عدة، منها ما هو خاص به ومنها ما هو شركوا فيها غيره من الأنبياء والمؤمنين، فهذه الشفاعة في عامة خاصة به، وكذلك الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقول عليهم خاصة به عليه الصلاة والسلام، كذلك الشفاعة لأهل الجنة بإذن الله في دخولها خاصة به، هذه الثلاث خاصة به، وهناك شفاعة أخرى يشركوا فيها غيره، الشفاعة في وقت دولة بعض المؤمنين في الجنة، الشفاعة في من يستحق دخول النار ألا يدخلها، والشفاعة في من دخلها يخرج منها، هذه مشتركة. نعم. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله ان ابا طالب كان يخوضك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فاخرجته الى ضحضاح. الله ضحضاح شيء قليل، يطلق ضحضاح على الماء القليل الذي يكون في الاناء، اذا كان ماء في آخر الإناء في قاعدة الإناء شيء ماء قريب قد ضحضاح شيء قريب، أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة، أخرجه الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج أبو طالب من غبرات من ماء من غبر السيناء إلى ضحضاح قريب جاوز منها دباء الله وزلال. نعم صلى الله عليه وسلم على خير. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن حارث قال اخبرني عباس بن عبد المطلب حاو حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وقيعنا سفيان بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث ابي عوانه، وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن هاد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. الله العظيم أصاب لا يبلغ كعبيه حد الوضوء في غسل اليدين إلى الكعب، هو العضلان اللافعان في جنبي القدم قبله كعبه، فالضحضاح يصل كعبيه ومع ذلك يغلي دماغه، هذا الضحضاح إن شاء الله العافية يغلي يعني يضطرب ويتحرك اتجاه كما يضطرب الماء الذي يكون
ماء في القدر الذي تحته النار. حدثنا هذا مثل هذا الذي في مصحف الغالي من هذه الباب، فكيف الذي في وسط الغضبان؟ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ابي بكير، يحيى بن ابي بكير او ابي بكير ابن ابي يحيى بن بكير، عندي يحيى ابن ابي بكير ان شاء الله. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زهير في ايش؟ هل هو نعم؟ لا عبد الله بن اوفى في زرعة بن اوفى زرعة بن ابي اوفى عبد الله بن اوفى الصحابي تابعي زرعة بن اوفى ما يستاهل فيها في زمن فارغ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن المعمار بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا يمتعل بنعلين من نار يغلي دماغه إن أدنى أهل النار عذابا يمتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. قال أدنى وكيف أشدهم؟ نعم. يعني يشارك المنافقين الذكرى يتفاوت أيضا، يعني أنه يكون مع الكفرة يزداد على ويضاعف عليهم على الذي يظهرون لما شبعه من الأسفل إلى الأعلى. نعم. هذا المرء الله أعلم أن الكفار هم أهل المعاصي وهم أهل النار دخولهم عادي خطير. نعم. ثم عن يقول قرطبي بقوله ولذلك قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكان أبو طالب يستحق ذلك إذ كان قد علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حالاته ولم يخف عليه شيء من أموره من مولده إلى حين في ماله، ولذلك كان يقول لعلي ابنه اتبع فإنه لا يرشدك إلا إلى خير أو حق. حتى غير بطال كلهم يعلموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا ثابت عن ابي عثمان النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهون اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلين يغري منهما دماغه. الله العافيه. نعم. هذا في بيان الهوان. نعم. قوله أهون أهل النار هذا العموم يشمل جميع أهل النار. أهل النار يعني أهل النار يعني أهل الكفرة، أما العصاة ما هو أهل النار، العصاة الموحدين ليسوا أهل النار، دخولهم للتطهير لهم ليس من أهل النار. أهل النار يعني الكفرة الذي هم أهلها، أهل النار الذي هم أهلها مخلدوا فيها. نعم. نسأل الله العافية. وقد يكون هذا معنا. نعم. الصلاة يطلع لنا الصلاة يقولهم واقع يستطيع. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظي بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يخطب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. جمرتان في كل الجمرة الأخمص
أسفل أسفل القدم يوفق يوفق به بعد الأصابع وقبل أخذ الرجل المنحطم الذي يوفق الرجل هذا القلب الأخضر يوم عصير يجعل فيها خمسين قدمي جمرة ثانية يقول يجري جمرة ومع ذلك يغلي هذه الجمرة في معروف كما يغلي الكدر في الماء الذي تحته النار نسأل الله العافية. نعم تأتي نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلاني وشراكان من النار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. المرجل الخدر الخدر الذي تحمل النار وهو يرى أن فكره للنار عذاب بشدة ما يجب من الألم والواقع أنه حفظه. نعم. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية. هذا الحديث فيها بيان بين أهون أهل النار عذابا وأن أهون أهل النار عذابا هؤلاء من أنواع الأول من في أحطح من النار يغلي منها دماغه والثاني من له نعلاء النار يغلي منهما دماغه والثالث من في أسفل في أحوص قدرين جبر ثاني النار يغلي منهما دماغه والرابع من له شركاء من النار الشركاء هو الشيء الذي على ظهر القلب سير النعم الذي يكون على ظهر القلب سير في كل رجل السير لكل له سير على نعله في سير نعله كل النار يغلي منها دماغه والثاني له نعلان النار يغلي منها دماغه والثالث في أحمصين جمهر منها دماغه والرابع في رحمه من النار أو لا متقاربون كل أسر أهل النار عذابا لا هو نعم السبيل ومن في تحمصين جمهر سير من النار ومن هو متعرب عليه النار ومن له شراكة من النار ومن في رحمه أو لا كلهم أخف أهل النار عذابا فقول أفضل أهل النار عذابا يدل على أن هذا مساوية على مساوية له في العالم ليس كل واحد من هذه الأنواع ليس متقارب مقارب من آخر حول إلى وعرة كلهم أحط على النار عذابا ولا يكفي من ذلك أن يكون هناك أحد مساوية يقول أهو أهل النار عذابا بريء له الأعلان أو في أحوص القدمين لا يكفي أن يكون هناك أحد مساوي فهو أهوده لكن لا يكون يساوي سيكون منطق أخلاق يساوي ومن له الإعلان يساوي ومن له سلطان يساوي ومن تقول ومن عمر من الطرع على الله الكريم أو كذا من الحق من عمر من الطرع على الله كلها عمر من الناس لا أحد عمر منه لكن لا يكون يساوي الإنسان كما في الآية الأخرى التي هي ومن عمر نعم حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه قال لا ينفعه إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين المعنى أنه لا يؤمن بيوم القيامة لأنه وهذا كفر والكافر لا ينفعه ويعان ابن جدعان كان لا يؤمن بيوم القيامة لا يؤمن بيوم الآخر فلا ينفعه ويعان وكفر أنواع منه عدم الإيمان بيوم القيامة عدم الإيمان بالآخر عدم الإيمان بالله هذا نوع من الكفر عدم الإيمان بالملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر والكفر أنواع وأهل الجاهلية كانوا يتفاوتون لأن أغلبهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ومنهم من يجمع مع ذلك ومنهم من لا يؤمن بيوم القيامة قبل الجدعان ومنهم من يجمع بين الأمرين يعبدون الاصنام ولا يؤمنون بالاخره ولهذا لم تفعه العمل لانه لا يؤمن بيوم القيامه والجدعان لا يفع طعامه المسكين ولا يصرف بالرحم لا يفعل في الاخره لكن قد يفعل في الدنيا كما جاء في يفعل في الدنيا جل به مالا او صحه في بدنه او ولده فيفضي الى الاخره ولا حسد بها الاعمال شرطها شرط نفعها
يعاقبهم حتى الإيمان. فإذا ذكر الإنسان مؤمن لا يفعه يعاقب، لا يفعه صلة الرحم ولا يفعه صدقات ولا يفعه ما تفعه إلا إذا كان الكذبية على الإيمان. لا تفكر في الدنيا، الدنيا قد يعجل له ثوابه، قد يعطى ثواب ذلك في الدنيا في غير الآخرة وحسبتنا. وهذا قد هذا مثل حديث سعد بن أبي وأبقى في النار، الله يرضى عنه الدعان ولا تلغت الدعوة، فعلينا بالدعان تلغت الدعوة وأتوا المؤمن لأنهم بالقيام يوم القيامة، ولهذا لم بالقيامة، ولهذا لم تفعوا أعمال، لم تفعوا السلف للرحم ولا إطعامهم مسكين، لأنه وسع الكفر ولهم بيوم القيامة. الله الحديث أنه بلغته الدعوة مثل أبا والد الرسول قال في ذلك إن أبي وأبك في النار. نعم. والكافر الذي يسد الناس عن دين الله ويكفي الناس أتبع عذاب إلى صبر الإله. قال سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكسبون. وقد إن المنافقين في الترك أكثر من الناس سوف أشركهم صراط الكفار، كما أن المؤمنين صراط في النعيم والدرجة صراط، المؤمنون كله في الجنة لكن درجات صراط، والكفار كلهم في النار لكن دركات متفاوتة، كل دركة تبلى أشد عذاب من الدركة التي فوقها. والله العافية. والدرجة والجنة درجة، كل درجة عليا أعظم نعيم وأفضل نعيم إلى درجة الذي أخشى منها. نعم. حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوني بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. يعني ليسوني بأولياء يعني بأصحاب وأصدقاء وأهل مودة لأنهم كفار، إنما ولي المؤمنين. وفيه أن أولياء النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون وإن بعدوا منه نسبا، وأن غير المؤمنين ليسوا أولياء وإن قربوا نسبا. قال ولي المؤمن هم المؤمنون وينبع الاسرار، وغير المؤمن ليس اولياء وان قرب وان قرب ان كان اباه واحد وامه. قل ان على ابي فلان الراوي شنه قال على ابي فلان لان احسن ان يترتب على تسميه مسجد جاء بعض ان الحكم من ابي العاص او غيره. قال ألا إن على أبي فلان، ألا إن على أبي يعني فلان، ومعروف يتقال كنا لأن ترتب على مسألة تعلق بنفسها أو بغيرها. والحكم من العاص ليس لي بأولياء، لا يعرف بأصحاب ولا أصدقاء ولا أهل مودة، لأنه ليس مؤمنين إنما أولياء الله وصالح، إن ولي الله وصالح المؤمنين. نعم. هذا في دعاية من ولي ولي الإسلام، يعني الذي يواليه ويحبه ويكون أهل مودة هم المؤمنون، أما الكفار ليسوا أولياء ولو كانوا أقارب، لكن لا يمنع هذا من فضل الإنسان يحسن إلى أقاربه الكفار إذا كانوا ليسوا صوميين، يحسن إليهم إحسانا دنيوي كما قال الله تعالى في الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، ثم قال وصاحبها في الدنيا معروفا، صاحب الوالد والوالده كافرين يصاحبوا في الدنيا بالمعروف، يتكلم يخاطب الخطاب الدين ويحسن اليه بالنفقه والكسوه والخدمه، ومن احسن ما يقدم لهم دعوه الى الاسلام. ثبت في الصحيح ان أسمع من أبي بكر سبت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي قدمت إلي على دين قوم بهدى
الإرادة في السماء عندي حقاهم ولا قال أطلعوا في القدرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ عن المشركين استاذنا ثمها إرادة في أمر حسها فاستفت النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروكم من قتلوكم فالإحسان الدنيا والشيء والموالاة والمحبة شيء آخر فالكفار ليسوا أولياء للمؤمنين ليسوا أصحاب مودة ولا أهل صدار لا يصدقهم ولا يودهم ولا يحبهم إنما يكون هذا المؤمن يكون أولياء الشخص أولياء الإنسان المؤمن أولياء المؤمن يحبهم في الله وينصرهم ويصدقهم وهم يكون أهل مودته ولا يمنع هذا من الإحسان إلى الكافر القريب إحسانا دنيويا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن سلام ابن عبيد الله الجمحي حدثنا الرضيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من امتي الجنه 70,000 بغير حساب فقال رجل يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام اخر فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشا وهذا من الاداب الحسنه والذي سبقك بها عكاشا فإن الثاني الذي قال ادعو الله تعالى يحسن أن يسلم منهم ويحسن أن لا يسلم منهم لكن الذي هم سد الناس سد البعض لو قال للثاني أنت منهم أو الله وجههم قام الثاني ثم قام رابع وهكذا يتبع الناس فيحتمل أن يقوم من ليس منهم فالذي هم سد البعض فمن الأدب الحسن وقال سبقة لي أركان فيه يعني الأدب من غير أن يقول لها أنت لست منهم لو قال أنت لست منهم حق له كذب خاطره وصرع في ذلك درع بشعوره لكن الذي سد الباب يرسوبه قال سبق السبيع وكاشف حتى قال هذا مثلا فالرجل بأمثال قال سبق السبيع وكاشف فلمن أتى بعد الأول قال سبق السبيع وكاشف في الشهادة على وكاشف الرسل لأنه من هذه الجنة وأنه من السبع الذي يدخل الجنة فهذه الشر والعالم نعم أما الثاني اللي قال صلى الله عليه وسلم هذا محمد قال احسن أن يكونوا أحسن أن لا يكونوا لكن الذي يقول سد البعض حتى لا يتتابع عن الأصحاب وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الربيع حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة المدر قال أبو هريرة رضي الله عنه فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة النمرة قطعة من القباش محططة في الخطوط وهذا في بيان أن هذه الأمة يدخل الجنة منها 70,000 وأنهم أول جمعة يدخلون الجنة وأن وجوههم وجوه القمر على صورة القمر في البرد من الإضاءة وجاء في حديث الأمر في هذا الصحيح وسندوا لا بأس به أنه يدخل الجنة مع كل 1,000
سبعون ألفا. وثلاث حكايات من حكايات رب قال إن الله زاد من معصية فينا في حديث صحيح غير صحيح أنه قال إن الله زاد من معصية ألف سبعون ألفا. وثلاث حكايات من حكايات رب ثلاث حكايات لا يعرف حالها إلا الله الذي شر عظيم جدا على أنه الذي يخرجنا بغير حساب ليس سبعين ألف ومع كل ألف سبعون ألف. وثلاث حكايات من حكايات رب يكون مع كل ألف سبعون ألف سيد رب سبع ألف سبع ألف سبع سبعون سبعون مئة وأربعين. وثلاث حكايات من حكايات الله عز وجل. وجاء في حديث آخر أنه مع كل واحد سواء أفلك هذا الحرب معي لا تقوم الحجة أنه مع كل واحد مع كل واحد الزملاء لكن الحديث الصحيح مع كل ألف حرب ألف وثلاث حديث من حديث ولا طبعه إحسان سبحانه وتعالى. نعم. حدثني حرمان بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب يدخل من أمتي يدخل من أمتي ذمهم سبعون ألفا. هذا التعليق الجنة زيادة وهذا حق الحق إذا كنت حق أما كفر راسل راسل مخوطة لكن ماري الطبعة هذه مع نظر المخوطة على كل حال هو الجنة هذا لابد من الأفضل الحديث أو قبل نعم إيه سبعين في سبعين ها ها ضبط 140 إيه مليون يطلع ها نعم خذ الله واحد نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا زمرة واحدة منهم على صورة القمر. حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد يعني بن يحيى بن سيرين قال حدثني عمران قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكسبون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة وقال ادع الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم؟ قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. لا يكسبون ولا يسترقون ولا ربهم يتوكلون. هذا في الحديث الآخر لأنه ولا يتطيرون أعمالهم أربع لا يستقون ولا يتطيرون ولا يكسبون وعلى ربهم يتوكلون. هذه أعمال لا يستقون لا يظلمون أحدا يقين بالرقية قراءة لأن الرقية فيها ميل إلى الغيب والتفات والقلب إلى المخلوق ولكن هذا جائزا لكن هؤلاء يتركون لا يفعلون الذي هو خلاف الحول لا يستقون لا يبقوا احد يعطيه والحمد لله والسكين والثلاث طلق فقوا لا يبقوا احد يعطيه ولكن اذا دعت الحاجه الى هذا فلا باس لان الذي رقى ورقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا عدم الحاجه واذا اشتدت حاجه الى الرقى فلا باس لان النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي قام جبريل وامر اكثر من دعويه ان تستقي لاولاد جعفر من العين
ولا يشتوه. الكي في تعليم في النار، هم يجعلون الكي آخر العقل، إذا لم يجد غيره من الطب يستعمل بما فيه من التعليم في النار، كما قال آخر الطب الشيء، إذا لم تجد غيره فلا بأس، وإذا لم تحدث به فلا بأس، لما ثبت في أهل البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث شرطة يشتم وشر دعاك وسيئة من النار، ولا أحب أن أكتم إلا دع بحاجة إليه لأن تعين للعلاج فلا بأس. لأن كون كان أول يبدأ بالتمثيلة ينبغي أن لا أخطأ ولا يتطيرون، هذا من الأعمال الشركية، ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم بالمعريات والمسموعات، لأن يتطير بشيء ما أراده المسموعات فيرده عن حاجته أو يمضيه في حاجة بعد عيونه عنها، هذا التطير يريد أن يسافر فيتطير ويحدث السفر، أو عدنا على السفر ثم مضى فيه من أجل التطير، كما في الحديث إنما الطير بما أضعت عورته الشام المرئيات والمسموعات شيء من المرئيات والمسموعات فترده عن حاجته بعد عزمه عليها أو تمضيه فيها بعد عزمه عنها، إن توطيه ما أمرت وراته توطيه شيء أفضل، وقد تكون شيء أكبر إذا اعتقد أن لها تأثير في الأشياء أو أن يعتقد أن هذا الشيء له تأثير في الأشياء أو أن له تصرف في الكون أو صرف إليه شيء من أنواع العبادة أو أنه يستحق شيء من أنواع العبادة فهو شرك أكبر، وإلا في الأمر أن الطيرة شرك أكبر، لكن إذا اعتقد أن لها تأثير في الأشياء أو أن لها تصرف في الكون هذا الشيء الذي يتغير به ويؤثر في الكون يتصرف في الكون أو له تأثير في الأشياء أو أنه يستحق شيء من العبادة هذا كل شيء، وإلا في الأمر شرك أكبر. وعلى ربي يتوكلون هذا كتاب أعماله يعتمدون على الله ويشهدون الله إليه مع فعل الأسباب النافعة، توكل يجمع شيء فعل الأسباب المشروعة والمباحة وتقدير الأمر إلى الله لحصول النتيجة. نعم. إيه؟ أنا أقول لك ما في شيء. ها؟ هذا مكان أقول هذا مكان مكان المسلم يجمع على حديث مكان واحد، لو كان في الحمص مكان هنا في هذا المكان حتى إيش لا لعل في غير الحمص فجاء في غير الحمص فجاء في غير الحمص في غير مع كل هذه السبب أما في المسلم هذا مكان لو كرره مسلم أتبه في هذا المكان، لأن المسلم يجمع الحديث كلها في مكان واحد. نعم. حصل عندكم مكان في صحيح مسلم الشرط؟ هنا ها؟ نعم ذكره في صحيح مسلم كذا؟ فيه نعم قد جاء في صحيح مسلم؟ وقد جاء في صحيح مسلم 70,000 مع كل واحد منهم 70,000 أين هو مسلم؟ هذا مكان نعم نعم وما هذه الشبه في الحاجة في الباشة نعم نعم لا الرقية هذا فصل الرقية الأشخاص الرقية يفعلونها يتداوون ويتعالجون ويأكلون ويشربون ويبيعون ويشربون في الذي أسلم. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي قال حدثنا الحكم بن الأعرج عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. نعم، هذه أعمال الأربعة، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتمون على ربهم يتوكلون. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. قال شك يصوم يا لكن أدوية أخرى ليس من سبب. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني نجغت. قال فماذا صنعت؟ هذا في قوله أما إني لم أكن في صلاة ولكني نجغت، أراد أن يرفي عن نفسه في هذا العبادة وأنه سهر لهذه الصلاة بالتهاجد بالليل. فقال حسين بن رحمان أنا لم أكن في صلاة، فرأيت وأعطيته الإنقاض في الليل توقف الليل إنقاض. قال أنا، ثم خشي بالتهم لأنه يصلي فأراد يبعد عن نفسه ثم تعبير. قال أنا ما لست أصلي، ولكن الذي جعلني أستيقظ في منتصف الليل أني لدرت بدرت عقل، فهذا هو السبب. فأراد نفسي عن نفسي اتهام العبادة في بعد السلف عن الرياء، وحذرهم من أن يتزين الإنسان بما يتزين. قال ما لبكت ولا في الدر، لأن لدغة في عقل حدثه هو لدغة نوع السمو الحية والعقل. قال لي جعلني أرى الصوت الذي انقضى لا لأني أصلي بل لأني ملزوم لدرس فسهلت من هذه لدغة العقل. نعم. أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لزغت. قال فماذا صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملت على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حطيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو صم. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدث ابن عباس رضي الله عنهما. يعني يقول ماذا عن الجمال الجرس؟ قال استرقيت. والحمد والسلام 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 يقرأ عن الرقية. قال ما الذي حملك على ذلك؟ في مطالبة الإنسان بالدليل فيما يعمله، حتى الدليل عندك دليل لماذا تقيم؟ قال نعم حديث حدثنا الشعبي. قال ما حدثنا؟ ذكر الحديث الذي قال لا رقية إلا من عين أخوه. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من بلغه الدليل فعمل به فقد أحسن. قال عندك دليل وعملت به فقد أحسن، لكن عندنا دليل آخر سأريده عليك. لا رقية إلا من عين أخوه، يعني لا رقية أشفى وأولى أن نبقى في العيب والسنة، والعيب إصابة العائلة، إصابة العائلة غيره بعينه، أي في باب بعينه. العائل هو الذي ينسجن نفسه فيأخذ منه من نفسه شيء وتساعد إلى روح الشيطانية في إصابة العيب، إصابة العيب. يعني ينظر إليه، ينظر إلى شخص فيصيبه بعينه. هذا الرقية طيبة من أحسن ما يكون. وكذلك الشبه ذوات السوء من العقاب والحية، فهذا النوعان من الألم الرقية فيهما أحسن ما يكون، أحسن ما يكون. لا رقية هي ليس معناها أن الرقية لا تكون إلا هذه النوعية، بل معنى أن الرقية هي النوعية أولى وأشهر.
وأما بعدهم من الأمراض لا بأس في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الرقاق لا بأس بالرقاق ما لا تكن شرك. الرقاق في كل شيء جائزة ما لا تكن شرك، لكن في هذا النوعين من المرض الرقية أولى أو أشهر من الرقية أولى أو أشهر رقية العين أو الحوض. قال أصلا دام عندك دليل أحسن، لكن تريد عليك دليل أحسن يبين لك أن ترك الرقية أفضل، وأن السبيل هذا الذي يرسل إلى بارك الشر والعذاب لا يسبق ولا يقول أحد العقيم. نعم شبه. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيق، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا ثواب عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا ثواب عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا فيه بيان عرض الأمر أنه عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، عرضوا عليه الأمم بعضهم، وأن بعضهم عرضوا عليه معه إلى رهيب كما رحت من الثلاثة إلى العشرة، وبعضهم عرضوا عليه بعض الأنبياء ليس معه إلى رجل رجلا، وبعضهم ليس معه إلا رجل، وبعضهم ليس معه أحد، هم يتفرقوا، وبعد ذلك سنوا رسالة ربي ما يتبع عليهم، ليس عليك من جاه ولكن الله يهدي من يشاء. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم وحتى ظن امته الى هذا موسى وقومه، في دليل على ان اتباع موسى كثير. ثم رفع قيل له انظر الى الرفق من هنا وانظر الى الرفق من هنا، فقيل هذه امتي ومعهم 70,000 يذكر الجنه بغير حساب ولا عذاب، في دليل على شفقه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وانه اكثر الانبياء تبعا كما قال عليه الصلاه والسلام: وانما الذي اوتيتم فمن سبيل بعثه الله إلا أعطاه من العلم ما أمن على به البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، أرجو أن أكون أكثر شاكرا. وهذا هو اللي حصل، هو أكثر الأنبياء عليه الصلاة والسلام أسلع. نعم. قال الحمد لله ساعة الشيخ محمد بن الهاتف في كتاب التوحيد، أو من حق التوحيد خرجنا بغير حساب، أخذ هذا الحديث من هنا. نعم. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله.